كابتن حسام البدري مدير فني لمنتخب مصر، شايف التعيين ده جه ازاي او رايك في اختيار الكابتن حسام البدري؟ احنا اتخذنا في حته وبعدين رحنا لاختيار مختلف خالص بعد ما كابتن ايهاب جلال كان قرب جدا، وكان كل التصريحات ان اختلاف بس على اعضاء الجهاز الفني اللي اختارهم او المعاونين، فجاه لقينا ان تم اختيار كابتن حسام البدري. هنكلمكم بموضوعيه معتاده. اختيار كابتن حسام البدري في وجهه نظري هو من بين المرشحين، لو استثنينا كابتن حسن شحاته بتاريخه العظيم، اللي رايي ان كابتن حسن شحاته ما بيتحطش في مقارنه. لو هتختار كابتن حسن شحاته اذا هو مش من ضمن الترشيحات، ولكن من ضمن الترشيحات الاخرى كابتن حسام حسن، كابتن ايهاب جلال، كان كابتن حسام البدري في رايي هو الافضل للمرحله. فنيا المنتخب محتاج انضباط، شخصيه حازمه، محتاج شخصيه اللعيبه تثق بحد عنده سي في قوي، كان النادي الاهلي ليه الفضل الاكبر فيه طبعا بالتاكيد. كابتن حسام البدري عمل حاجه عجبتني جدا، اختيار بره الصندوق. كابتن محمد بركات كمدير للمنتخب كمل الحته اللي ناقصه عند كابتن حسام البدري. طبعا الصرامه والشخصيه الحازمه مطلوبه، ولكن في حته لها علاقه ما يبقاش في بعد شويه عن اللاعبين او في برضو حته المشاعر او حته انه قريب من اللعيبه. كابتن محمد بركات يعني توليفه كابتن احمد حسن مع كابتن حسام البدري بيراميدز في رايي ما كانتش هي الافضل. بركات هيكسر ده وبعقليه مختلفه على فكره، شفته في اللقاءات بيتعامل بكلام مختلف جدا لما بيقول اهم حاجه الجديه، انا نفسي ضحكت يعني. بركات كابتن يعني مانويل جوزيه كمستر مانويل جوزيه كان مسميه روح الفريق، واعتقد اختيار بالفعل موفق. طبعا الاختيارات كلها موفقه وما عندناش مشكله معاها، لكن اختيار بركات تحديدا مع شخصيه كابتن حسام البدري يعمل توازن في التعامل مع اللاعبين. بقيه الاختيارات طبعا حصل فيها شويه توازن بين اهلي وزمالك، لكن اختيار الكابتن طارق مصطفى مدرب بشكل كويس وكابتن احمد ايوب بشكل كويس، ولكن هو كان له بعض التصريحات كده ان شاء الله اكيد هيتجاوزها. بالنسبه لتصريح الكابتن حسام البدري ان هو علاقته بجماهير النادي الاهلي، اعتقد احنا مش بصدد ان احنا نتكلم على كل جماهير النادي الاهلي، اعتقد محتاج يبذل مجهود كبير جدا، وكلنا كجماهير النادي الاهلي لاننا في النهايه وطنيين ورا منتخب مصر اكيد هيتم الدعم. اما حته بقى المشاعر دي فارس دي موضوع بقى، يعني بلاش نحط الجماهير في جملة مفيدة، محدش نقدر يصدر على رأي الجماهير، ولكن ما نتكلمش في فكرة علاقتي بالجمهور بشكل عام كذا. كل واحد عنده موقف. كابتن حسام البدري كان له اختياراته، طبيعي بعض الاختيارات جمهور النادي الأهلي كان عنده تحفظات عليها، ولكن مسيرته مع المنتخب الفنية بتقيم في إطار مختلف تماما بعيدا عن الأهواء، لأن ده منتخب مصر. عايزين نروح لحاجة بقى مختلفة، لصفحة ألعاب